اللي تم الترتيب ليه واللي لسه مكمل. واوعى يا محمود تفتكر انك واللي بيحركوك في تركيا بعيد عننا هنا في الكبسوله، ابدا. احنا ومصادرنا اقرب ليك انت وكل الارهابيين مما تتخيل. الحقيقه احنا لسه عندنا كتير وكتير قوي، وعلشان تعرفوا ان كل هذه يعني كائنات الماريونات اللي بيتم تحريكها بنفس الخيط، فمهم قوي انه يعني اللي بيتبنوا الترويج للحمله التافهه بتاعه ولاد الارهابيه كان مين. لازم اقول لحضراتكم ان الوشوش دي هي وشوش واحده. خلوني اقرا لحضراتكم مثلا ازاي يعني الفنان عمرو واكد يعني بالصدفه كده يبقى متطابق مع يعني محمود فتحي. عمرو واكد بيقول خلاص هنعتبره عزة في الدولة المحتضرة، وهلبس اسود وهشارك وهقول لا، طوابير واضح فيها اللون الاسود كرسالة لأي مزور، دليل بصري واضح عن الأغلبية، ونصور كل الطوابير للرد على أي نتيجة تهين ذكائنا. يعني التدريب شغال. طب يا ترى محمود فتحي نفسه قال إيه على نفس الكلام ده؟ عايزه اوريكم كمان ازاي محمود فتحي كاتب الكلام علشان تبقى المساله واضحه. يعني بيقول ادعوكم ان ندرك لحظه فارقه ونبني موجه ثوريه في ذكرى 25 يناير وفق خطه وتنظيم وقياده وبناء ومجموعات ثوريه من 5 لـ7 افراد. طيب يعني مجموعات المجهولين، يعني الكلام اللي بين ايدينا. اللعب الحقيقة واضح جدا قدام الكبسولة، ويا رب يكون واضح قدامكم زي ما هو واضح معانا. اللعب بوجوه يعني كل شوية بتتغير، مرة يبقى الجوكر، ومرة يكون الكومبارس محمد علي، وتالتة ممكن يكون محمود فتحي. لما بنقول لكم إنهم كلهم شبكة واحدة، اللي بدقن واللي من غير دقن، لأن الهدف واحد. ما احنا اتفقنا احنا ضد الفكرة وبنقتلعها، ودلوقتي بنصوب سهامنا على الأهداف اللي بيشتغلوا عليها، لأن هو الهدف بالنسبة لهم إيه؟ هو ضرب مصر، صناعة الفوضى. علشان كده يعني أديكوا شايفين هم إزاي مسيبين شخص زي محمد علي. عايزه اقول لحضراتكم لازم تصدقوا، واظن ان كتير من حضراتكم متاكد وشايف كويس قوي ان كل اللي بيحرك الكومبارس اللي بيتكلم اللي اسمه محمد علي من بره، واللي يعني طول الوقت بيحاول يتطاول علينا في الدوله المصريه وبيحاول يوظفه ضد مؤسسات الدوله المصريه ويشكك فيها، هو شبكه الارهاب اللي في تركيا.